أسعد الله أوقاتكم بكل خير بنشرة الأخبار الموجزة. والبداية من كورونا، فقد سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم قرابة 550 إصابة جديدة، وإضافة إلى ذلك 15 حالة وفاة. أعلنت الحكومة النمساوية اليوم تخفيف قيود كورونا في البلاد ابتداء من الشهر المقبل، وذلك بعد تحسن الوضع الوبائي وانحصار الإصابات وزيادة أعداد متلقي اللقاح. وبهذا سيتم إرجاع حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى منتصف الليل، وتقليل قاعدة المسافة إلى متر واحد، والقيام برحلات الحافلات مرة أخرى، ويسمح للفرق الموسيقية بالالتقاء وفقا لقاعدة جي 3. وفي الأول من يوليو يمكن عقد حفلات زواج مجددا، ومن العاشر من يونيو يمكن لثمانية أشخاص الجلوس على طاولة بالداخل وستة عشر بالخارج، وإضافة إلى الأطفال. في منتصف يونيو ستتم مراجعة قواعد الحجر الصحي حتى يصبح السفر إلى البلدان المجاورة أسهل، وتبقى الكمامة FFP2 في وسائل النقل العام ومحال بيع التجزئة مطلوبة. انتقد هينز إنجل رئيس جامعة فيينا تضمين بيان النشر الخاص لخريطة للإسلام السياسي لشعار الجامعة. وحضرت جامعة فيينا استخدام شعارها على الموقع الإلكتروني للمشروع الذي أجري بتكليف من مركز توثيق الإسلام السياسي. وتظهر الخريطة التي يمكن مشاهدتها على الإنترنت 623 منظمة وجمعية إسلامية ومساجد تقع مقرها الرئيسية في النمسا. وأعرب رئيس المشروع عدنان أصلان عن عدم تفهمه لنهج الجامعة، مشيرا إلى اتفاق تعاون معها. أعرب رئيس الهيئة الإسلامية في النمسا أميد فورال عن استياء الهيئة من مشروع الخريطة الإسلامية، مؤكدا مخاوفه من استخدام السياسة ضد الدين. وأوضح فورال أنه لم يتم استشارة الهيئة بهذا الخصوص أبدا، وأن المشروع موجود منذ عام 2012 ولم تشارك فيه الهيئة مطلقا، إضافة إلى أن المعلومات الموجودة به قديمة جدا وغير صحيحة إلى حد كبير. وقال فورال تؤجج الحملة العنصرية المتزايدة باستمرار ضد المسلمين، بل إنها تعرض المسلمين لمخاطر أمنية هائلة بسبب نشر العديد من الأسماء والعناوين على الخريطة الإسلامية. تعرض مهند خرشيد رئيس مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا للتهديد بالقتل من قبل تنظيم جند الله الإرهابي، وذلك بعد يوم من نشر خريطة الإسلام السياسي. ظهر ذلك في مقطع فيديو متداول على إنستغرام أطلق فيه على خرشيد من قبل الألماني المعروف بيير فوغل بأنه كافر ويريد تدمير الإسلام، إذن يجب أن يعاقب بالإعدام. وقال خرشيد لن نخاف من هؤلاء الناس لأن عملنا يكشف نهجهم، وسنواصل عملنا الأكاديمي في مركز توثيق الإسلام السياسي. ألغت الخطوط الجوية النمساوية أمس الخميس رحلتها إلى موسكو بسبب رفض روسيا تغيير مسار الرحلة استجابة لتوصيات وكالة أمن الطيران في الاتحاد الأوروبي. ورفضت روسيا الموافقة على رحلة مقررة من الخطوط الجوية النمساوية إلى موسكو بناء على توصية وكالة أمن الطيران في الاتحاد الأوروبي تجنب المجال الجوي فوق بيلاروسيا، وكان يجب تغيير خطة الرحلة، لكن السلطات في روسيا لم توافق على المسار، ولهذا لم تقلع الطائرة، ولم تقدم روسيا أي معلومات عما إذا كانت رحلات الخطوط النمساوية الأخرى يمكن أن تواجه نفس المشكلة. وقد أبلغت الوزارة الاتحادية المسؤولة عن الطيران المدني بالوضع. هاجم شاب نمساوي من أصول ألبانية عددا من ضباط الشرطة دون سبب واضح بعد استدراجهم إلى خارج قسم الشرطة في الحي 19 في فيينا، ما تسبب بإصابة ضابط بجروح خطيرة. وقام المشتبه به بقرع جرس مركز الشرطة بعد منتصف ليلة الخميس، حيث تظاهر الرجل بالعثور على حقيبة واستدرج اثنين من ضباط الشرطة المناوبين للخروج من المبنى، وبمجرد خروجهم قفز عليهم وهاجمهم بضربات على وجوههم
ما أدى لإصابة أحدهم بجروح خطيرة. وأسار العديد من ضباط الشرطة بعدما لاحظوا ضجيجاً أمام الباب، لكن المهاجم أبدى مقاومة كبيرة واستخدم ضده رذاذ الفلفل، وتمكنوا من إمساكه واعتقاله. وأصيب 4 من ضباط الشرطة في الحادث، أحدهم بحالة خطيرة، ولم يعرف السبب وراء ذلك التصرف الجنوني. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم على إنفوغرات لنكتمل بالمعرفة. كنت معكم أنا أحمد إبراهيم، إلى اللقاء.